موضوع مهم جدا، وهو السكتة القلبية المفاجئة في الناس العاديين واللعيبة الرياضيين. هبتدي بالصورة دي اسمها فوتو اوديير، انا بحبها جدا بلسان 2020، لان في حياة انقذت، وان احنا نعمل حاجة اسمها سيف لايف لبني ادم دي حاجة مهمة جدا. المريض اللي انقذوه هو اريكسون، ده لاعب معروف، واللي انقذوه بصراحه هو اصدقائه في الملعب. ليه؟ لان هم متدربين على رد القلب وازاي يتعاملوا مع هذه الحالات. ابتديت بيها، بس انا هتكلم على المرضى العاديين وهتكلم على اللعيبه. ايه اسباب السادن كارديك ديث او موت القلب المفاجئ؟ عندي ثلاث اسباب. اول حاجه العيوب الخلقيه للقلب، ممكن يكون القلب مولود فيه عيب خلقي واحنا ما نعرفش لحد ما بيكبر ويلعب وكل حاجه، لان في حاجات بتبقى مختفيه. تاني حاجه هي تشاني لوبسيس او امراض بوابات القلب، واللي هي املاح الدم اللي بتتسبب فيها زي الصوديوم والبوتاسيوم والكلورايد والمغنيسيوم. في عندي تالت حاجه المنشطات الجنسيه مع مرضى قصور الشرايين الثديي. بالنسبه لكل الاسباب دي هنيجي على حاجه حاجه فيهم وهنتطرق ليها، وطبعا سبب الوقايه منها. سبب الوقاية أو طرق الوقاية من الحاجات دي إن إحنا نعمل فحص دوري على القلب للمرضى العاديين، لمرضى القلب المستقر كل 6 شهور، للعيبة كل 6 شهور، للناس العادية على الأقل مرة كل سنة نشيك القلب. دي أنا بسميها بناخد رخصة بإن القلب سليم نقدر نمارس رياضة، لأن ممارسة الرياضة دي عبارة عن استرس بيتعرض له البني آدم، فممكن يؤدي إلى السكتة القلبية المفاجئة. طبعا انا لازم انوه على نقطه مهمه جدا، ان احنا كل الناس لازم تتعرف يعني ايه اسعاف قلب رئوي او انعاش قلب رئوي البسيط والمتقدم على قد ما يقدروا، لان دي انت بتنقذ فيها روح. نتدرب اللي هي 30 ضغطه ونفسين، دي حاجه بسيطه جدا لو اتعلمناها من اي مسعفين دي هتبقى حاجه كويسه جدا. وجود الجهاز الصدمات رد القلب الاوتوماتيكي موجود، يبقى موجود في المولات والمدارس والمستشفيات والشوارع والمترو والحاجات دي كلها، دي هتساعد ان احنا ننقذ حياه. ودمتم سالمين.